هذه الشيلة إهداء من زوجتك أم عبد الرحمن وأولادها عبد الرحمن وعبد العزيز وعلي ودارين وجود إلى زوجها الغالي رئيس الرقبة يحيى. وألف ألف مبروك. وألف ألف. هاتي يا قافي شعري حروف الجزال يوم بحر القوى في جذرها ومادها من جزال المعاني ما رضينا الهزال يا هجوس القوى طردوني ما يحدها الفخر بالرئيس ما تجيها الجدال يوم لاحت بروز العز من رعدها ألف مبروك مهني سلي للرجال فيك يا يحيى مهدم طافي أوعادها الشرف والبطولة في دروب النضال يا الرئيس يحيى اليوم لك وعدها ملك نواسها فوقها ما الجبال والمراجل تريد ويجي صادها هاتي يا قافي شعري حروف الجزال يوم بحر القوى في جذرها ومادها ذخر للديرة اللي عزها لا يزال وانت يا يحيى حامل الثرى حدها زاني مجد الخوال وقت ما الخير حال لو تطول الطوال وتعدني شدها نسل يحيى ويحيى حازي تاج الفعال وارث بالشهامة من زمن مهدها أم عبد الرحمن شموخها صار فينا مثال والسنا يعلى البيباني ما سدها بين أهلك وربعك كان عم وخال والخليلة يجيك اليوم من وردها تحتفي بالسعادة ريوف وضلال أم عبد الرحمن ومنه اليوم إذا قدها في شعري حروف الجزال يوم بحر القوى في جذرها ومادها دارك اللي تسامت يا يحيى وين عيال عبد الرحمن هو روح جاك من وجدها عبد العزيز وعلي بالغرى والدلال دارين وجود يهل والفخر نجها شاير عن يمين وشمال فيك انت يا يحيى سنة ندها باسم ربي دعينا يا عظيم الجلال يحفظك للغوالي تصن عهدها هاتي يا قافي شعري حروف الجزال يوم بحر القوى في جذرها ومادها